السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج عبد الحميد رقيبات أبو نادر والحاج مولود رقيبات أبو الوليد، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. بدنا نسألك حاجة عن إذا كان في مستعمرات قريبة من قريتك، وظروف نشأة هذه المستعمرات. تفضل يا حاج. شوف عمي، من سمخ حتى البطيحة آخر بحيرة طبرية من الجهة الشمالية سوريا، نعم، لا يوجد على الضفة الشرقية سوى مستعمرة عينية اليوم، اجت سنة الأربعين ما في غيرها مستعمرة، كل جميع وهي كابوتس شرقية. كابوتس يعني شو كابوتس يا حاج؟ كابوتس يعني كومباني. شو معنى كومباني بالإنجليزي؟ شركة. شركة نعم. غربي بحيرة طبرية فيجي 15 مستعمرة كلها كومباني، وهي كومباني احنا باللغة العامية بالنغير العرب كنا نقولها كومبانية، هي كومباني يعني كومبانية مشتقة من كومباني، لذلك كانت كابوتس يعني نقولها كابوتس. ما في على شاطئ بحيرة طبرية الشرقية 24 كيلو ما في إلا مستعمرة عين قيف شرق البحر. عين قيف يسموها. طب كنتوا تسموها النقيب برضو؟ لا مستعمرة. كنتوا تسموها النقيب اليهودية مثلا؟ النقيب اليهودية. نعم. النقيب اليهودية. يعني كان لها اسمين تقريبا أو يعني مصطلحين يعني. هي باللغة العربية النقيب، النقيب اليهودية. أما هم أحرفوها يقول لك عين قيف. باللغة العربية. طب كم بعيدة عنكم حجي هذه المستعمرة؟ القرية القديمة. نعم. تبعد عنا للباب الرئيسي تبع المستعمرة. يعني تبعد 2 كيلو. طب شو المقصود عمي بالنقيب القديمة والنقيب الحديثة؟ بالنسبة لنا احنا؟ نعم. النقيب القديمة تركناها احنا. امتى تركتوها يا حاج؟ تركناها ب 48. اوكي خلص. بعدين صار في نقيب جديد بعد 48. بعد ما رجعنا. نعم. بال 50 رجعنا احنا، بال 49 قعدنا باللجوء سنة. طيب راح نرجع للموضوع هذا. خلينا في النقيب المستعمرة. المستعمرة. طيب يعني هذه المستعمرة كيف نشأت؟ بالأربعين كنت صاحي كنت واعي حاجة؟ والله مليح أنا بالأربعين، والله يا عمي هالمستعمرة هاي أنا يعني مو واعي 100%. مع بالليل كانت أمي والناس يقولوا طقطقة، في طقطقة على البحر. احنا كنا من قبل الأولين غير 48، قبل الأربعين رحلنا احنا من القبل الأولاني كمان على القرية هاي تبع 48، والمستعمرة بالليل قامت الطقطقة بالمستعمرة لما طلع النهار، وإلا بنيين بركيات اليهود ومددين كل شيء، مستعمرة جاهزة 24 ساعة كانت جاهزة يعني بركيات عاملين بركيات صبح جاهزة المستعمرة. طب عمي هذه الأرض اللي هم بنوا عليها لمين هذه الأرض؟ الأرض لنا لكم. إلا الأرض. طب كيف حصلوا عليها؟ حصلوا عليها ما قلت لك ما قلت لي الإنجليز جابوهم الإنجليز جابوهم والعجم جابوهم. ما العجم اللي حكيت لك أنا والبهائيين باعوا الحصة تبعهم كلها إلهم لليهود. شو هم العجم يا حاج؟ العجم بهائيين من إيران فرس. نعم. فرس طردهم الشاه إيران الأولاني من إيران، طردهم على تركيا، كان تركيا حاكمة هنا. نعم. يقال إجوا على السلطان بالآسيتانية هناك وقالوا له بدنا نسكن فلسطين احنا. قالوا فلسطين ما فيه، في هون ما بتكون تسكن، قال بدنا عكا. سكنوا بعكا وإلهم رئيس روحاني هم. ردوا قالوا بدنا نسكن شرق البحر من الأتراك. إجوا سكنوا شرق البحر كمان، لأنه المستعمرة اللي بنوها تبع البهائيين تبعد عن المستعمرة اللي الجنوب شوي، يعني كيلومتر أو نص كيلو. طب لما هم سكنوا قريب من القيب، مين هم؟ البهائيين. إيه. صاروا جزء من القيب ولا لهم يعني قرية لحالهم يا حاج؟ لا قرية لحالهم. شو اسم قريتهم؟ اللي احنا نقول له هذاك الزمن الشونة. الشونة. الشونة نقول له. نعم. الشونة تبع العجم. سكنوه هم 5 نفار، الأب و5 أولاد معه. تذكر شو أسمائهم يا حاج؟ ما أعرف أسمائهم. الكبير اسمه ذكر الله، هذا أبوه من اختيار عمره شيء 70 عام 80 عام. ذكر الله. ذكر الله. أولاده واحد اسمه حسن أفندي ولبيب أفندي
وفريد أفندي. مين الرابع؟ حسن وفريد ولبيب، والله نسيت اسم الرابع. هذول أولاده، ومعاه أخته ختيارة، اسمها أخته جاية معه للكبير، اسمها شروقية. أنا بقى أخبرها، طيب الختيارة اسمها شروقية، ما في غيرهم بالمستعمرة. أربع شباب وأبوه وعمته اسمها شروقية ختيارة، كمان من جيل أخوها أقل من سنتين هاي كده. طيب بتتذكر بأي سنة عمي أجوك هذول الجماعة؟ أنا وجدتهم قدامي، يعني لقيتهم صحيت على حالي، وجيت لقيت هالشونة قدامي. بس كنت روح أتردد على الشونة أنا وجيالي، كانوا فاتحين دكانة تردد عليها. طب ليش سموها شونة يعني؟ ما بعرف سموها، يعني يقول لها شونة. كم كيلو بعيدة عنكم حجي تقريبا؟ عن نشوف، احنا بلدنا كان الشرق المستعمرة، نعم، قبل الأربعين. قبل ما نجي المستعمرة بلدنا شرق المستعمرة. المستعمرة بنوها على أرض يقولها التبة، إحنا شرق المستعمرة. نعم. تبة دعونا شونة كيلومتر للغرب على البحر. طيب حجي، هذه الأراضي اللي سكنوا فيها البهائيين أو العجم هي ملك لأبناء قرية نقيب ولا كانت شراكة أميرية ولا؟ أميرية. الأرض اللي سكنوها العجم كانت أميرية للأتراك، للدولة الأتراك على زمنها، وتملكوا بإس الأتراك. نعم. تملكوا. احنا أهالي نقيب العربية، نقيب هاد إلا جزء من الأرض هاي، كانت مساء أرض كثيرة. أجدادنا مو ماخذين الأرض كثيرة، مطوبين على زمن تركيا شوية أراضي إلا أكمل قراءة للضيعة. مو قديما على زمن الأتراك كانوا يخافوا من تسجيل الأراضي بالقواشين مشان الإلزامي، الضرائب يعني، لا مشان الإلزامي عشان خدمة عسكرية. نعم. لذلك ما سجلوا أراضي كثير خوفا من الإلزامي، يروحوا عسكري نظامي مجند يعني. نعم. إيه مسجلين شوية أجدادنا شوية أراضي، بس الأغلبية الأرض للدولة كانت بعدين أخذوها العجم كلها الأرض، أخذوا يعني بدك تعدل من أرضنا يعني شيء 70%. لحقت العجم أبو الوليد؟ شو العجم؟ العجم لا ما لحقته. طيب بتعتقد إنه العجم باعوا لليهود أراضي الحج؟ نعم، الأراضي تبعهم كلها باعوها لليهود، صفى عندهم بستان بس شيء 1000 درهم، كله مزروع فواكه وموز وزرعوا ومصون عليه، وباقي الأرض المشاع كلها باعوها لليهود. اليهود ليش يجوا لخان؟ اليهود ما يجوا طب وطبب. اجوا شروا من العجم باتفاق جوا فلسطين على زمن الانجليز ورحلوا لليهود. طب حجي انت بتتحدث انه بسنه الأربعين تقريبا اليهود اجوا في الليل بنوا وفي النهار صحيتوا انهم قدام، صحيين الصبح والا بنين مستعمر برك هي هات مستعمره. طيب ما كان يعني في تحضير للموضوع؟ ما شفتوهم اللي اجوا؟ ابدا. الانجليز ما كانوا يزوروا المنطقه مثلا؟ كانوا يزوروا والله ما بعرف، انا هذاك الزمن واصل الانجليز كان حاكمنا هذاك الزمن. طيب ابو الوليد عندك اي معلومات عن عدد سكان المستعمره؟ لا عندي معلومات تقريبي. تفضل. عن العجم؟ لا انا قصدي اليهود اللي في المستعمره، تتذكر كم عدد سكان هذه المستعمره؟ بس المستعمره كم بتقدروا يعني؟ صغيره جدا، لا تتجاوز عددها 300 او 250 سنه بس. ابو نادر عندك معلومات عن المستعمره؟ كانت مستعمره زراعيه، مستعمرة زراعية كانت، وفيها غنم وفيها بقر وفيها نظام. أنا فايت على مطعم المستعمرة متغدي فيه المدة الأخيرة، أنا فايت على الجماعة. أبو الوليد متغدي فيه؟ لا ما راح مع أبوي. أنا مفايت عليه ومتغدي فيه. مطعم عندهم شيء 50 متر يعني تقريبا. بركية برضه برا من فوق قرميد بركيه، لكن مطعم على الطراز يعني مثل اليوم هذا، شعب يعني راقي. وهنا احكي لك المضبوط، اليهود عنده برنامج انا شفته بعيني، في رئيس المستعمره يكتب البرنامج يحطه على الحيط. انت انا كنت امبارح سائق تراكتور اشوف البرنامج، اليوم انا راعي غنم لانه كانوا عندهم قطيه من الغنم وقطيه من البقر. أنا امبارح كنت شوفير التراكتور، اليوم اسمي راعي بالغنم. باع
امبارح واحد على السيارة سفر يروح على المستعمرات الغربية الطورية، اليوم لا يشتغل عامل كابوت، حياة شراكية عندهم. عندهم الظهر العمال الصبح بس شوف البرنامج كل واحد على شغل برا يشتغل. عندهم في المستعمرة الظهر جرس، جرس مثل جرس الكنائس بس أعلى. الظهر الساعة 12 واحدة رن رن يضربوه يطلع صوت عالي كثير، تيجي تروح كل العمال اللي بتزق برا بالفلاحة، العمال تبعهم يروحوا كلهم على المستعمرة مشان الغداء، يفوتوا على المطعم يتغدوا وياكلوا ويشربوا، بعد الساعة 2 بيستأنفوا العمل. وما تحزر عليهم قديش سكانها، ما بدك تحزر لأنه يعني يوم تروح تجي عمال. يا حجي البركيات اللي كانوا ساكنين فيها، يعني كل عائلة ساكنة في البركية؟ ما في عوائل، ما في، أغلبهم عمال يجوا من الكبوت الصغر بالبحر. عوائل والله أنا شفت يمكن 4-5 نسوان يكنسن قدام الغرف تبعها، ما يبينوا، ما يبينوا. اليهود شو بدي أحكي لك عليهم؟ أنا مسميهم عدم المؤاخذة، مسميهم علماء العلماء اليهود هذاك الزمن. أنا بيني وبين نفسي أنت حر وهو كل واحد حر، أنا مسميهم علماء العلماء بكل شيء، هيك عند اليهود. بعدين أنا كنت أقرب سماخ بالسابع أنا وجماعة معي، يجينا على المستعمرة يوم على باب المستعمرة بكير، بدنا نركب بالزورق يزتنا بفاكين بعد المدرسة، لقينا بنت واقفة على الباب مسلحة بحر تساء وإلا فايت الأوان، بوهنا بوهنا أركضوا، يعني راح تركض قدامنا مسافة كيلومتر للبن تبع الزورق، ولو حتلوه بالبندقية هيك حتى رجع الزورق أخذنا. مين سويها؟ عرب تسويها هي؟ تأشر والله، تأشر للزورق بالبندقية تبعها. هو هيدا وجهها لما رجع لنشو أخذنا. لو إنه عربي شافنا الباب هذا قال يقول روح يا عم متأخرين أنتو، روح متأخرين مع أنتو. طيب أبو الوليد أنت راح تصحاها توعاها للمستعمرة؟ طبعا. كان فيها كهرباء مي شوارع؟ خدمات أرقى من خدمات اليوم بالعرض. خدمات الحركة مش مشكلة، خدمات الموجودة شيخي أرقى من الخدمات الموجودة عندنا العرب اليوم، من ماء وكهرباء وصحة ومدارس وحدائق وكل شيء. كان منظمين دخل سيارة عمو كل شيء. بعدين لو سمحت يا شركاء. نعم تفضل. عمي الله يرحمه تعيش كان رجل ثورة رجل دين، وجه من وجهاء فلسطين والزوية، البهائيين اللي أجوا على فلسطين ومع نجيب ككل كفلسطين ككل هذه عائلات يهودية تحت مظلة إسلامية، أجوا عائلات يهودية تحت مظلة إسلامية وسكنوا فلسطين ووزعوهم على كل أنحاء فلسطين، وكانت القرية المتشددة جدا في أرضها يبعثونها لنا ونحن بعثونها ناس هنا، كان التخلف موجود عندنا، العلم موجود عندهم، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي، لا يستوي. فهم شاركونا بالأرض، طبعاً على أرشيف أبوه وعمي شاركونا بالأرض، ويوم من الأيام استصبحت الناس على مستعمر على أنقاض هؤلاء الأعاجم، وصارت محاكم يعرفوا من هذا، حطينا الشقيري وحطينا بستاني وزاموا فينا، والأخير محكمة الإنجليزية حكمت لهم. وراحت نجيب، وراحت نجيب الثاني، وراحت العرب كلها. طيب بأي سنة عم يعني صار تعيين هذا المحامين للقضية؟ بعد ما وجدت المستعمر مباشرة بالأربعين رفعتوا قضية على مباشرة. نحن على طبرية وعلى على يافا وحيفا، كانوا أهلي يعني قادرين أن يوصلوا وين مكان، الأهلي كانوا قادرين يوصلوا على بيروت وعلى عمان وعلى الشام، عندهم طرق والله سبحانه وتعالى معطيهم عارف يستطيع ان يوصلوا اي مكان، وإلا معارف فلسطين ما هب ودب. وخسرتوا القضية رغم ان حطيتوا اثنين من ال خسرنا القضية. شو رايك يا عم ابو صاحي عليها هاي القضية؟ ابو انا صاحي عليها، خسرنا القضية بواسطة الانجليز كان مع اسرائيل. نعم. والمحامية الله اعلم اضاقت بزمن الشقيري وما ادراك ما الشقيري كمان، ما نعرف شو. نعم.
طيب اذا يعني انت تسال عن المستعمره انه كهرباء. ايه تفضل. الصبح هذا المساء ولا اللبه القبل بالأربعين والله وعملوا من دكتور عالي شي 10 امتار فوق عشان كشاف يكشف الثوار الكذابين اللي برا بالليل. والله انا خابر هم يقول لي هم تغطوا دوك الكشاف عشان يكشفكم من المستعمره. قد نحن متخلفين فكره ان اليهود يشوفنا من على مسافه 2 كيلو. طيب طيب عمي الشوارع داخل المستعمره كلها شوارع معبده بين البيوت بين جفت كلها المداخل. طيب المي واصله للبيوت زي هاي الايام ولا كانوا مثلا ينشروا زي ما تنشروا انتم؟ انت تسال ابو لي ولا تسال لي؟ بسالك يا سيدي. سال المي يا عمي. من اول ما حطوا المستعمره المضخات اشتغلت. ركبوا مضخات على البحيره ومددوا البوده تمشي فيها العنزة على السهل المشري وزرعوا الزراعه من الأربعين من 41 زرعوا الموز وزرعوا الفصه وزرعوا الفواكه والخضار ومدوا المية من البحر. احنا كنا على الحمار نركب كل العرب متخلفين وهم مدوا المياه من البحر ومترات بس عمي حتى ما نجدد نفسنا كثير احنا نعم. كنا تحت حكم الانتداب اولا نعم وقبلها كنا تحت حكم الاتراك نعم والطرفين يعني هم ساهموا في تخلفنا كبير لكن لما تقول لي انه والده الله يرحمه كان عنده سيارة ب44 نعم يعني هذا برضو يعني في نوع من الرغبة في التقدم. هم بس هذول أولاد عمي شوية عدم المؤاخذة يعني عدم المحيط كله صار عندهم شوية ثقافة أولاد عمي كويس أبونا أبو سمير وأبو أولاد عمي هذول متعلمين يعني ثقافيين متعلمين كانوا تعلموا هون بالشام قديم بالعزيمة التركية يعني معناته عمي لما كان يعني احنا لما هذا ما في تخلف لا هو التخلف قاعد كان يمارس علينا وزي ما هو يمارس علينا لليوم أي. بس انا متاكد انه شعبنا الحمد لله استطاع انه في كثير من الاوقات يثبت يعني جدارته في الحياه. طيب ايضا كنت بدي اسال عمي عن اشغالهم. حضرتك تحدثت انه في الزراعه وفي ايضا تربيه الاغنام والابقار. نعم بالمستعمر كانت عندهم اشغال اخرى غير هذه الاشغال؟ والله اللي نعرفه انا هم زراعيين مستعمره زراعيه وتربيه الطروش عندهم. طيب لهم راعي للبقر وراعي للغنم. طيب هل كانوا يستخدموا مثلا وسائل حديثه في الزراعه او في تربيه الابقار والاغنام في تصنيع الحليب في كذا؟ كل شيء حديث كل شيء حديث. الابقار هذاك الزمن والغنم نعم انا شايف بعيني كل نعجه حاطين باذنها صفرة هيك يعني انت عجب هذاك الزمن كل بقره الى رقم حاطين صفرة بإذنها. إحنا هذاك الزمن وين وهم وين؟ شيء نظامي عندهم الحوش تبع البقر خدم عندهم اليهود للصبح يخدموا يرشوه بالأدوية وكمان الأرض الغنم يطلع الصبح الراعي يسرب الغنم بس هيك مشان ينظفوا أرضه كهرباء ومي جوابي كلها مية وعلى المي كهرباء حنفيات تجي الغنم ترد عليها جوا شغله نظام مثل اليوم يعني. نعم شلون النظام اليوم مثل اليوم. طيب قويين هم لانهم اشتراكيه قوية. كانوا يستخدموا التراكتورات كانوا يستخدموا. من اول ما اجوا وحصادات ايضا وحصادات من اول ما اجوا من الأربعين احنا نعم. اولاد نقف نشوفهم زرعوا قمح الحصاده تحصد ولا نتفرج عليها عظيم. البلدوزر. بدنا نسأل عمي عن مختار القرية مختار المستعمرة مين هو كان؟ هم حطوا مختار تقليد بالقرى العربية اللي حولهم ولا هم ما يعرفوا كيف كل المختار بس حطوا واحد مسؤول يعني بده يتفاهم مع جيرانه. أيوة حطوا واحد مسؤول يعني نقول له مختار. كان في واحد يقول له خواجة موسى هذا يفهم عربي نتعامل معه واحد عربي يجي على المستعمرة شو بده يتفاهم معه المختار. بدي اسال انا عمي عن اشكالهم. هل اشكالهم شرقيه عربيه زينا ولا كانوا لا. غربيين؟ لا اشكالهم غربيه كلهم هيك ولا في يعني ما بذكر خواجه موسى لما كان يجي شلون غربي ما هيك؟ شقر تقريبا شقر بنوب يعني. طيب مش كلهم بيحكوا اللغه العربيه؟ لا 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 قليل يحكوا اللغه العربيه ما في معدودين على اصابع اللي يحكوا اللغه العربيه. طيب كيف كانت العلاقة بينك وبينهم
قبل 48 علاقة جيدة احنا وياه بصراحة. نعم وبدنا نسمع هذا الكلام. نعم علاقة جيدة. صراحة الانسان يحكي اللي له واللي عليه. نعم علاقتهم جيدة وصادقين. لما يقول لك ايه ايه لا لا وصادقين بالوعد بالموعد باليوم بالدقيقة. اذا بيقول لك خواجة موسى اذا يقول لك بكرة تجيني الساعة واحدة بعد الظهر تروح واحدة تلقاها حاضر استناك. وكان عندهم دكتور بالمستعمرة شو اسمه يا حاج؟ والله الدكتور ما اعرف اسمه وانا بتحكم عنده. كان القرى اللي بيشرب على المستعمرة تروح على الدكتور تبعه وانا رايح لعنده. انا بزماني ها دكتور عام طبيب عام دكتور طبيب عام يهودي. انا بزماني نايم بالبيت الصبح وانا العب بالبحص تبع البحر في عندنا بحص. نعم. بحص صغيره قد حط الحمص العب فيها هيك فارت باذني اتذكرها فارت باذني. انا اركض على امي قلت لها بحصه بحصه تعرف احنا روحنا راحت تركض قدامي امي وتصيح وانا اركض وراها على المستعمره على الدكتور اللي هو. فاجت امي الله يرحمها ذيك الايام فاجت الدكتور يا خواجه دخلك يا خواجه دخلك وليدي مالي غيره يا خواجه. يقول لها شوي 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 اه والله شو قول له بحصة فات هو بايع بس تأشر له بحر هيك قال هيك راح هيك طلع لبرا انه جاب شريط جاب شريط هيك عكف هيك وفوته بدي ذكره طيب قال هيك ونبرد ونطلع. امي الله يرحمها صار بطرف الشورى يمكن قرشين هذاك الزمن ما ودك احكي لك بحذافيرها صريت بطرف الشورى افتحت هيك يا خواجه والله ما معي غير هنا يا خواجه. قال يلا ليخ هذا مشاب هذا برضه يا قرشي. نعم. اي عندهم طبيب تجي تزويه فوق الجولاني يطبب عنده. اي طيب ابو الوليد زرتها اكثر من مره انت مع الوالد كنت انا طفل. شو اللي يعني انت هيك لفت انتباهك في هذا حضرتهم يعني مرئيه تماما يعني القاصي والداري. شوف الحدائق التنظيم الصدق الأمانة حس الطبع على صدق الأمانة طبعا يحتكوا فيها أهلي نحن ما أطفال ما كلنا معاملتهم مع الناس لما تكون أنت دافي معهم يكون دافين معك. في قسم من الأهل الضيع أهل قريبة يتعدوا على مزرعاتهم ما هم يسبوا وكذا يشتكوا لجدي حسن يجي الخواجة موسى وكذا من الناس يا ابو ابراهيم انتوا في عندكم اولاد كذا اجوا فاتوا على البوز خربوا فاتوا على العنب خربوا يا خيو. نعم جدي حسن ياخذ ياخذ الحق طبعا ب يعني كانها محكمه يعني انه يؤنب الاولاد يؤنب اهل الاولاد هاي شغله. هم ما كانوا يعتدوا يعني ما اعتدوا علينا حتى عام 66 صاروا يفوتوا باراضينا بالسلاح يعني بوادر الهزيكات بوادر الهزيمة. احنا يعني ما كنا نعرف انه في هزيمة بس هم يعرفوا انه في هزيمة هنا بالمستوى لانه اللي قالوا بعد 100 سنة ستقام دولة فلسطين اسرائيل اقاموا بعد 100 سنة دولة اسرائيل. وبذكر انه ابوي سأل خواجة موسى كان في خارطة لبحر الطبرية كل 3 كيلومتر فيها موقع دائرة على المخطط. سأل أبوي الخواجة قال له شو قال له هاي شو هاي المخطط قال له هاي بحر الطبرية قال له شو هاي قال له هاي آجل أنا معاجل إن هاي وكل 3 كيلومتر في تصير محطة استراحة ترماي على دائرة البحر الآن موجودة الآن بس ما في ترماي موجودة المحطات الاستراحة موجودة شرق البحيرة كل 3 كيلومتر محطة موقع الاستراحة بس لسه ما عملوا ترماي لحتى يخلصوا مفاوضاتهم مع السوريين مع الفلسطينيين راح يعملوا. وكل بالنسبة أنت عم تحكي للطبيب العلاجات الأولية لقريتنا ولغير قريتنا ما حول إنجيب اليهودية كل العلاجات الأولية في مستعمرة إنجيب اليهودية. أما العلاجات اللي أكثر خوف عطبرية. طيب أكثر من مرة زرت المستعمرة ولا مع أبويا أكثر من مرة يعني لما أروح الصباح يطلع لي معه بالسيارة ينزل على خواجة موسى يشرب فنجان شاي بال نعم. طيب هو نفس المختار خواجة موسى كان يجي يزور والدك على القيد؟ آه
هو الانجليز. هو الانجليز. هو الانجليز. طيب بالنسبة لل يعني للافراح والاتراح المناسبات الاجتماعية، هل كنتوا شاركوهم وشاركوه ولا كل واحد بحاله؟ لا احنا ما كنا نشاركهم، بس انا اذكر مرة شاركونا احد الاعراض مصطفى سليمان يمكن شايف. اجوا شاركونا واذكر تماما هيك مسكوا بيدين بعض الله وسينطوا بالتعبير عدم كتبوا. احنا ما شاركنا هيك. انتوا ما شاركتوا؟ لا لا. طيب حتى في العزاء مثلا لما كان يموت حدا، لما اول شيء انا الامور هي غير المدركة عندي بس صعب. حجي ابو الولي ابو نادر، نعم، مثلا في العزاء كنتوا تشاركوهم؟ كنتوا تشاركوهم؟ لا 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 يشاركونا ولا يشاركونا حتى ذاك الزمن. كنا احنا العرب متخلفه، كنا اذا يشيلوا الجنازه من المستعمر انا شايفهم نهرب، قال خاف اليهودي ميت. لما نمر حتى المقبره تبعهم الاولاد قدموا علم واعيين انه يهود هذول كفار، نهرب من المقبره. شو بدي اشوف؟ ما قلت لك قرفان كل شيء. طيب ماشي انك تتوقع. شو بدي شو احكي لك؟ طيب بدي اسال سؤال عمي ابو نادر. تفضل. يعني حدث ابو الوليد انه كان في بعض الاعتداءات من بعض الرهيان يمكن. نعم 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 نعم. طيب بس بشكل عام هل يعني كان في خلاف حاد او صار خلاف حاد بينك وبينهم مثلا؟ والله كان في ود بينك وبين بعض؟ والله اللي بعرفه انا انه المستعمره ذاك الزمن بالنسبة للاتصالات بالنسبة للأطباء سند إلنا للقرية، كنا نروح عليها واحد مريض واحد بدل المستشفى الطبرية يأخذوه بالزورق تبعهم، كانوا ما يقصروا معنا. نروح واحد عنده ببور غاز، كان هذا ببور كاز كنا نصلحه عنده بالمستعمرة، عندهم ورشات حدادة ورشات كل شيء هذاك الزمن. ها قبل طيب أنا قصدي السمة العامة حجي، السمة العامة هل كنتم معتدين عليهم ولا كانت الحالة طبيعية يعني؟ شوف هم اليهود ما كانوا يرددوا لهذا قبل 48، ولكن نحن مثل ما حكيت في شوية العيال وفي شوية هذا يسرقوا الموزات يسرقوا الخضريات ويفوتوا يسرقوا الأنبوب هيك يسرقوه عرب يعني هذاك الزمن كلها موجودة بكل فلسطين هيك. نعم. إيه هم في لهم نواطير على الخيل يشوفوا الحرامي راعي أو هذا فات يطردوه ينهزم. مثل ما قال أبو وليد أحيانا يجوا يشتكوا لعند عمي حسن هو كبير العشيرة. طيب تتذكر حدا من سكان هذه المستعمرة كان لك علاقة معه شخصية؟ لا، خواجة موسى نعرفه بس، وفي يهود نعرفهم، كان في واحد ناطور خيال وما مش اسمه خواجة نيتان. نعم. طيب هذا خواجة نيتان راكب الحصان وناطور على المزروعات برا، نقول خواجة نيتان بس يشوفوا كانوا يهربوا الناس منه الرعيان والحرمية، في حرمية رعيان ايه خواجة نيتان وخواجة موسى. وفي نيتان هذا انا بعرف ابوه اسمه خواجة مندل، ابوه لنيتان اختيار حاط سماعات هذاك الزمن السماعات، نستغرب ليش حاط اشريط باذنه من 46 47 حاط سماعات هون مشان يسمع. احنا عرب ليش؟ والله العظيم كانوا يطلعوا على قلعة الحصن، قلعة الحصن فوق المستعمرة هي على زمن روماني، قلعة الحصن فيها آثار رومانية فوق هذاك الزمن. نشوف بيطلعوا من المستعمرة نهار السبت سواح كل واحد حامل راديو صغير ويحكي الراديو ويقعد بإذنه بال 45 وبال 47 هذاك الزمن، وكانوا كل نهار سبت عندهم دراي يضربوا على الدراي تدريب جيش، كل نهار سبت يشيلوا الدراي ويروحوا عندهم اطلاق نار على زمن الجداب دوله ضمن دوله، يطلعوا يعملوا دراي ويضربوا يطلقوا النار على الدراي ايه مستعمره هي. طيب حجي بدنا ندخل لموضوع اخر، ما نحكي عن الطرق المعبده او غير المعبده، الطرق اللي كانت تربط قريتكم بالقرى المجاوره. ما في قرى مجاوره، انا فلسطين ما لها علاقه بسوريا فوق، احنا ما نروح على سوريا. طيب ماشي الحال، هسه انتوا اكيد كنتوا تروحوا على طبريه، على سمخ نروح، وعلى سمخ، وعلى سمخ، وعلى السمره، وعلى السمره. طيب يعني هذه القرى كيف كنتوا تروحوا لها؟ الطريق عند منين جيب العربيه لسمخ تراب، ترابيه بالشتويه نشلح السندل والبوط مشان الوحل الان تراب، منين جيب عنا لسمخ، نعم للسمره لسمخ، ومن سمخ لطبريه زفت مزفت.
أما عندنا تراب. أنتوا لما كنتوا تنتقلوا عمي من القرية للسمرة لسماخة، إيه كنتوا تروحوا مشي مثلاً؟ مشي، كنا نطحن. ما بدك صراحة أنت أحكي لك؟ يا طبعاً صراحة. كنا نشيل شوال القمح على حمار ونروح نطحن بسمخ، ثلاث ساعات روحة وثلاث ساعات جاية مشان نطحن ومطحن سمخ ونجيب كيس طحين على حمار أو على قديش. عظيم. هاي القرية تبعنا. ليك أنا بعرف. بعدين عاد أولاد عمي بعد 45 اشتروا سيارات، يعني بس الطريق الترابي يعني. طب شو السيارات عمل اشتروها؟ اشتروا سيارة، أتذكر أولاد عمي الشيخ خالد والشيخ عمر اشتروا سيارة هذاك الزمن يقولها دوج، دوج وشفرلي، هي اسمها شفرولت بس نقولها شفرلي هيك لغة عامية. نعم. اشتروا سيارة دوج هذاك الزمن، سيارة شفرلي. صحها كويس أبو الوليد؟ بعرف السيارة كانت طبعا. واحدة بيكابات. كان حصة الحصة باص وحصة بشحن. كان يروح يجي مع قيم ياخذوا بضاعة شغلات إلى آخره. كانت تجي تجار بالطبرية من لوبيا يشتروا الأبقار يشتروا الحبوب وكذا. طيب والدك وعمك كان لهم كل واحد سيارة؟ كان البيت كله مشترك، كنا ناكل ونشرب سوا حتى صار عمري أنا تقريبا شيء 11 سنة. البيت كله بيت واحد. طيب السيارات هذه بكابات حجي؟ بكابات. طيب مين كان يسوق على هذه السيارات؟ أبوي وعمي. هم اللي كانوا يدور العمل بس اكثر شيء عمل. طيب طيب للشمال باتجاه قريه سوريه كيف كنت تروح حجي؟ السؤال لي؟ نعم. احنا نجيب العربيه كانت نقطه استراتيجيه بين سوريا وفلسطين. نعم. التاجر اللي يجيب راس بقر من سوريا بس يفوت متر باراضينا الشرطه تبع سوريا ما نقدر نفعل. تمام. منطقه استراتيجيه، المهرب لفات أراضي نجيب متر فات فيها خلص سلم، منطقة استراتيجية. الأبقار الحبوب تجي لعنا والتجار يجي ياخذوا لعنا، منطقة استراتيجية لأنها على الحدود. طيب الكرسي مثلا كنت الكرسي تروح؟ بعيدة عنا سوريا. طيب ماشي، لما كنت تروحوا لها أي في طريق ترابي ولا طريق معبر؟ ترابي ترابي. طيب شو الحيوانات عم اللي استخدمتوها في النقل والتنقل؟ القديش والعمارة والمجرة هاي. عظيم. بعدين بالمدة الأخيرة اشترينا عربيات، هاي عرباية خيل، عرباية خيل على بغال اثنين وعرباية أربع دولية. كم واحد كان عنده عرباية خيل؟ والله على الحسن كان عندهم عرباية، ويذكر واحد اسمه عمي ديب عبد الله أخو أبوي عنده عرباية. نعم. وواحد عمي كمان عنده طنبر، مو عرباية، عنده طنبر. نعم. دولابين. نعم. على بغل واحد. ايه تراب يعني. طيب. ذكريات حلوة ولو انها حلوة يعني. طيب استخدمت البسكليت يا حجي ايام البال؟ انا استخدمت بسبق بالمدرسة، كنت استأجر بسكليت الساعة بست قروش، وتعلمت على البسكليت ولا بالمدرسة بسبق نجيب. ما في مال اللي معي انا واللي معي. نعم. كنا خمسة بالمدرسة بسبق نستأجر الساعة بست قروش وتعلمنا على البسكليت. طيب لما كنتوا توصلوا لسمخ وبدكم تروحوا لطبرية كان في باصات بين سمخ وطبرية؟ باصات شركة الجليل اسمها. شركة الجليل. شركة الجليل من سمخ لطبرية باصات، ومن سمخ للناصرة. تتذكر لمين هذه الشركة يا عم؟ والله شركة الجليل لمين، مع شركة الجليل شراكة اسمها شركة باصات الجليل، وفي باصات كمان هي للجليل تروح للحمة تطلع. من سمخ للحمة تجي من طبرية على سمخ على الحمة. نعم. وبالعكس. طيب استخدمت عمي اللهم صل على محمد، استخدمت الزوارق. زوارق بالمدة زوارق يعني زوارق عادية بالبحر؟ لا، الزوارق عند اليهود راكب ذاكرين بالزوارق تبعهم كثير، بس أولاد عمي بالمدة الأخيرة اللي هم الشيخ خالد الشيخ خالد شامل اشتروا قارب، يعني قارب صغير مشان مو على موتور، قارب تجديف تجديف مشان الصيد السمك بالبحر، ويصيدوا سمك بسرقة من اليهود لأنه البحر كله اليهود. الزورق الحربي كان لما يجي على اليهود من الطيح على عندنا ما يظل واحد معه شطورة بالبحر تهرب الناس، لأن البحر اليهود والسمكات بالسرقة يسووها. واليهود عملوا قبل 67 عملوا هجومين ثلاثة من شان البحر، لأنه الجيش السوري
إذا ما بدنا نذكر يضربوا قنبلة هيك تي ان تي يضربوها بالبحر مشان مسفين سمك يروح عشرات الألوف من السمك الصغير. انجنوا اليهود عملوا هجوم بالستة وخمسين احتلوها من البطيحة ساحل البحر الطبيعي الشرقي لمستوى تنقيت احتلوا الساحل الشرقي كله احتلوا أراضي سوريا كلها وصلوا الزقوف يا فوق ست ساعات هم محتلين الأراضي كلها ما خلوا شيء عشان موضوع هم يحتجوا هيك ردوا بالتين وستين نفس الشيء بالتين وستين عملوا هجوم كمان لعنوا الشيطان وغضبوا كمان هجوم شرق البحر. طيب شو في عندك تعقيب عمي أبو الوليد؟ تعقيب عن السمك بالسرقة نحن مو السرقة نحن رجعنا بوجه قرار الأمم المتحدة مناطق مجردة من السلاح. طيب أنا سؤالي كان قبل الثمانية وأربعين هي لا قبل الثمانية وأربعين قبل الثمانية وأربعين أنا بحكي عن قبل الثمانية وأربعين هل كنت تستخدم الزوارق؟ لا أو القوارب؟ لا بس عم خالد إمتى استخدم القارب؟ بعد ال بعد ال بعد بعد الثمانية وأربعين بعد بعد الخمسين نعم إيه أما قبل سرح هذا الموضوع بس لاحقا إن شاء الله. طيب اليهود كان عندهم باصات أو كان يصلهم للمستعمرة سيارات أو باصات؟ إلي سؤال؟ إلي من يوم إجوا من الواحد وأربعين والسيارات رايحة جاية عندهم سيارة شحن تجيب البضاعة وينقلوا المنتجات الزراعية بالسيارات لفلسطين وكل شيء من الأربعين. طيب كان عندهم شركة باصات حجي؟ ما بعرف لا. طيب طرقهم كانت معبدة مثلا؟ لا من المستعمر لسمك تراب ما عبدوها إلا بعد الخمس بعد السبعة وستين بعد السبعة وستين بعد الثمانية وأربعين. أنا جاي بالخمسين أنا كنت بالأردن ونازل على السمرة منطقة مجردة وجاي على السمرة بدي أروح نجيب احنا أول ما رجعنا بتسعة وأربعين وطلعت من السمرة الطريق القديم اللي من السمرة يمر لاغين وعاملين طريق شرق السمرة كله معبد وأشرت للسيارة هذاك الزمن وعيابي هذا الزلمة قال لي يا عمي أنا بكرة أخذك من فوق على الحمام ووصلك نجيب قلت له بدي أروح مع اليهود والسيارة جاية من سمخ أشرت لها طور ضرب فرام يقول لي فين قلت له نجيب قال اطلع طلعت معه بالسيارة يهودي إيه طلعت معه بالسيارة لما طلعت على السيارة ونبها شبيبة هم يقولوا شبيبة ذاك الزمن هو شبيبة في جاء خمس ست بنات في جاء أربع خمس شباب بس تطلعوا علي هيك بعدين صدوا صار يخرجوا مع بعضهم بس شافوني بس طريق زفت من أهداف المكان للمستعمرة شي 10 كيلو ما في لا كوع ولا طبة زفت رستوران زفتينها نزلوني أنا قلت والله إذا فوت على المستعمرة هسا ما يوقفوني على الباب تماما بس كسر بدي فوت على المستعمرة وقف مشان أنزل نزلت زفت بعد باب 48 نعم. طيب كان في سكة حديد قريبة منكم؟ إلي سؤال ولا أولي؟ لك أو إلو يعني اللي لا لا سكة حديد فلسطين من حيفا يافا وهي جاية على سمخ وهي جاية للحمى وهي جاية على سوريا على دمشق. طب ما استخدمتوا سكة الحديد تبعت سمخ؟ في أولاد عمي كانوا إيه في أولاد عمي كانوا يجوا على الشام يركبوا فيها أي روح على هذا قبل 48 قبل 48 أولاد عمي الشيخ أحمد والشيخ خالد كانوا يجروا هون بالتكية السليمانية قديما على زمن تركيا على زمن فرنسا نعم كانوا يروحوا لهناك على الحمى ويركبوا بالقطار له الشام. طيب سيارات الوالد عمي أبو الوليد وعمك من وين كانوا يتزودوا في الوقود؟ هل كان في كازية؟ هل كان في شبه خطوم؟ يبقى من فلسطين أو من سوريا يعني لما روحوا على طبرية وصباح يزودوها لما يطلع على الزوية على فيق على كذا يزودوها اللي هي الأراضي السورية الأراضي السورية أو فلسطين جوا طبرية صباح قبل 48 عمي أبو الوليد شو كانوا؟ وين كانوا؟ السيارات أبوك ما كان يطلع على سوريا فلسطين بس في كازيات مليانة في فلسطين سمخ فيها كازية وطبرية فيها كازية وين ما كان يعبوا أبدا يعبوا بنزين يا ما في سيارة مزود كله بنزين يعبوا بنزين من سمخ من طبرية من حيفا من كانوا يروحوا على كل فلسطين تجار يعني كانوا أولاد عمي أنتوا الكهرباء عمي ما وصلت لكم أي كهرباء وأي كوبا وأي الفانوس ويطفى من قلت الكاز بعد المغرب ساعتين يطفى على عتبة نام العيلة كلياتها قبل 48 طيب حاج بدنا نسأل عن عائلات النقيب مين هي عائلات النقيب؟ عائلة واحدة بس رقيبات؟
لا ما قلت لك انا القبات الضم عشيره. القبات عشيره يعني عشيره. بس شو الضم عائلات اربع ثلاث عائلات. تفضل. عائله العبد الله. نعم. اللي هو عبد الله الخاسر. وعائله عبد الرحيم وعائله الدعيبس. الدعيبس نعم. عائله يعني يجون ابنهم 20 نفر كل العائله. وعائلة عبد الرحيم وعائلة عبد الله. طيب المختار عمه هو مختار واحد. مختار هو كان المختار عمي حسن ابوه للشيخ خالد. بعدين طلع الشيخ خالد. مختار وانا من المختار. لما فتح لك الزوه يا حجي على مهلك. الله يرحم امواتنا وامواتك. كان هو المؤذن برمضان. كان هو بصلاة العيد. تروح لعنده أهلي وعمامي قديمين كل واحد لابس مزنوق وثوب أبيض وعباية يروح لعنده هو يئم بالنهار العيد. أتذكر دائما أنادي نداء أنا هذا عند أولادي يسمعوني كل نهار عيد أضحى أو رمضان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. يسألون الولاد ليش أقول لهم لكم تراث أهلي تراث قديم هذا نداء أهلي اللي كان ينادوا فيه ما أنسى على طول كل عيد أطلع بريت الباب أنادي النداء هذا هو الشيخ خالد يسألون وهم يردوا عليه قبل 48 وإحنا أولاد صفين وراهم أقول له يا أبوي هذا نداء أهلي قديما ما أنسى النداء هذا يعني هذا اللي صار. طيب عمي عبد الرحيم ودعيبس مين كان وجهاءهم؟ ما في وجهاء كل المطار بس الوجيه الوحيد المسؤول المختار اللي هو المراجعة له هو الشيخ خالد. طيب يعني هم أبناء عموما؟ نعم نعم الدعيبس فوق الثاني بس منا وفينا يعني ماخذين منهم ماخذين عائلة عبد الرحيم كمان رقيبات كلهم رقيبات بس في مختار واحد. كان في ديوان عند المختار لك نهار العيال نهار جاها نهار كذا على طول المختار جاب راديو من 1942 1942 جاب راديو ايام الراديو عجيب وغريب احنا اولاد نقف على الشباك نسمع على الراديو من 42 جاب راديو اي والله ويقعد الشيخ احمد وخالد يسمعوا الاخبار. طيب عمي شو كان دور المختار؟ دور المختار حماية القرية حماية الشعب مسؤول عن القرية شو صار بالدولة هو يراجعهم شو راح واحد التام بشيء ويراجعه الانجليز يجوا لعند المختار شو بدهم من القرية المختار هو المسؤول تعرف. طيب ديوان المختار الله يرحمه الشيخ خالد كان بيت شعر ولا كان لا بالمده الاخيره يعني من اللي تعدل من الواحد وعارفين فوق عمرنا احنا حجر ازرق. طيب مضافه مضافته مستقله عن بيته ولا لا جزء من بيته؟ كلها جزء من بيته عمر اربع غرف حجر مكسوب بطون والمضافه على جنب. طيب هل كان في هناك يعني شخص يقوم على خدمه هذه المضافه الأجرة مثلاً ولا أبناؤه؟ لا أبناؤه الشيخ خالد هو الشيخ خالد كان يقول أنا لي الشرف أخدم أهلي وعمامي هو يقوم يصب قهوة ويا في واحد اسمه قصيص يعمل قهوة قصيص عاش يجي كم سنة يطبخ قهوة الشيخ خالد هو من نفس ال لا من وين جاي قصيص؟ والله يمكن من الغور أو كذا قصيص من الأردن عقرباوي من الأردن إجا ك معيشة ضيقة قاعد عند عم الحسن وصار يساوي قهوة مرة قاعد بسنتين ثلاثة وراح. طيب نفقات الديوان كان يتحملها لوحده الشيخ خالد أو الشيخ حسن؟ لا لا يتحمل لا أبدا ما بيحمل أقاربه لا, لا 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 لا. طيب الضيوف اللي من برا لما يجوا أو يناموا أو كذا كانوا على المضافة؟ على المضافة. طيب حجي غيرك سيقس هل كان يجي ناس مثلاً شوف يستقروا في القرية أو مو يستقروا نحن في عنا تعرف على العادات قديماً العشائر عندها عبيد
عبيد تجارة الرقيق قديما يوم انت تعرفوها، جدودنا اشتروا عبيد من غزة هذاك الزمن، كان عندنا عبيد هنا من البلد نجيب ثلاث بيوت عبيد متورثين وراث من أجدادنا يعني اشتروهم اشترى ايه يقوم بالخدمة، ربنا الله كان يقوم بالخدمة، يصير عندنا عرس كذا هم يقوموا بالخدمة العبيد، هم ونسوانهم هم اللي يطبخوا هم اللي ينفخوا هم بالعرس بالعبيد يعني الشخال ينخاهم يقولوا ابشر عندك ايه العبيد ينخاهم على شغلة ما يقصروا يدبوا حالهم على الموت ايه وفزعة على العبيد هذولا يعني ساعة اللزوم هم ظلوا معاك حتى 67 ظلوا معانا حتى 67 بس ما عصفوا عبيد وهذا صفوكم ما عصفوا عبيد هلا هم ساكنين بالذيبية حتى ما يحكوا معانا لأنه هم عبيد اللي ما يحكوا معانا ليش احنا عبيد لكم أنا لقيت واحد منهم من سنتين قلت لك يا عم انتوا عبيد لنا احنا ما بدنا عبيد لنا بس هيك الزمان الماضي كان في عبيد وفي حر بالنخوة هيك كنتوا يا عمي وابوي جابكم من غزة جدي قلت لكم جابكم من غزة من غزة شراكوا جابوا طيب عمي بعد اذن حضراتكم بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا تفضل